صافي غنحمي راسي وغنديرو ما بغيتش، ياك اختياري ياك ماشي اجباري صافي. لا الاختياري هو التلقيح ماشي جواز التلقيح. هو دابا هذاك من تبعاته حنا فيها، وقال له من البعد كيبان لك اختياري ما كتقرب كيولي اجباري. بلا هادشي ديال الباس فاكسينال في الان تقريبا 16 17 يوم مهم حوالي باش الحكومه خرجات ونصبات، لحد الان كاين وزراء ما سمعنا صوتهم ولا تصريح ولا بوان دو بريس غير دوينا على شنو باغي دير ولا خرجة إعلامية. كاين ناس يتخيلوا لهم أنهم خدامين في شركة، كتجي كتخدم من 9 الصباح للستة العشية، كدير البريكول ديالك السيرفيس داكشي ديال السيرفيس وما سوقيش صافي، وكما كيقولوا خليك ساكت حسن ليك ودوز السيرفيس بخير. حويطة 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 حويطة. وكاين كاين كاين وجوه والفناء أنها تهضر، ولكن كيبان ليا ما باغاش تحمل مسؤولية حيت أنا طرف ثانوي في الحكومة وكنهضر بخصوص على جوج الأحزاب الأخرى. الاستقرار الاصل خلي رئيس الحكومه طبيعته اصلا قليل الكلام، ما خرجش يتكلم في مجلس حكومي بوغ دير دو مو تخوا مو في الوقت اللي نورمالمون كان مسؤول الحكومي. ودابا الناس كانوا كينتقدوا العثماني كيقول لك التواصل ديالو ضعيف، فينالمون العثماني هكا كيخرج كيتكلم مع الناس وكيدير داكشي على قد جهده وكيدير مجهود وكيتحمل مسؤوليته كرئيس حكومه. اليوم هادشي ما كاينش. وزير الصحه كما قلت راه خرج بزز منه، لا يجيب على العديد من الاسئله كيجاوب عليهم بطريقه فضفاضه ما يمكنش تجاوبني على ان ارتيكل دو جورنال خارج كيقول انك مدخل كونتربوند بانك تقول هذه اتهامات مغرضه وكذا. اخرج للناس وجاوب في الاعلام صحيح ما صحيحش وبلا دوكيومونطاسيون. لا كان خص خرجه تكون مستقله على الخرجه اللي مهمه مستقله، وكان جاوبوا خرجه مخصصه لهذه المساله هذه. شوف شوف بموضوع بحال هذا في هذه الحساسيه كتخرج لي بلي دوكيومون، كتخرج لي بالدليل على ان داك الشيء ما داش اون كونتربوند. هكذا كنجاوب على الناس، هكذا كنجاوب الى حمزه الاسبوع اللي فات لان الناس بداو كيربطوا مع الناس اللي ماتوا مورا خصك تجيب لنا نتائج. ما بغيتش ندخلش في هذا الموضوع، انا كنهضر على الطريقه ديال التواصل هاد النقطه هادي. وزعما صراحه الناس كيقول لك خلي 100 يوم، انا بضع ايام كانت كافيه بالنسبه لي باش وراه هضرنا عليها قبل. انا غندوزو سنه سنتين الا كملت هذه الحكومه، لان بطريقه باش ماشي دابا حاضر وزير الصحه هذه منذ سنوات هذه الحكومه بطريقه باش ماشيه دابا بهذا التواصل، بطريقه باش كتعامل بالبروفايلات اللي فيها، زعما الى اقل طونسيون بوليتيك ولا سوسيال تقدر توقع، كنظن صعيب انها تكمل 5 سنين ديالها بهذه الطريقه، لان راه كتحس بان الوزراء وهنا ناس كيدوا معنا وراه ما كيوصلوا لا لي زيكو ديال كومون ساسباس. راه الوزراء ما تيدوش بعضياتهم، ما كاين لا تواصل لا والو، جزء من الوزراء ما تيدوش مع بعضياتهم. كاين اللي غيقول لك هذه البدايات. أما بخصوص وزاره الصحه نقول لك واحد القضيه، واحد السيد من نهار مشى في تواصل مع الاعلام كاين مشكل، هو السيوبي، لان في بدايه الوباء الملاحظ وما كان يسجل هو ان حسن التواصل ديال وزاره الصحه والتفسير وكيجي وكيدوي بالدارجه وكيفسر بالديتاي. ويمكن الاستثناء الذي يؤكد القاعده. انا كنقول انه كان اننا اختارينا ولاحظتوا فاش بدينا كنديروا داك لو بوان دو بريس كان مره 4 مع 6 كل مره بداو كيجربوا شي بروفيل. ودابا واحد الوقت مضاربه تما شكون غادي يبان وراه مشكل. هذا راه لعب الدراري. هذا كاين حاجه اخرى، هو انه كاين ناس في اللجنه العلميه احنا في الصحافه راه كنتواصلوا معاهم. اوكي داك ماشي مسؤول. لا علاش ما نبقاوش؟ راه نورمالمون انت كتسيتها في البلاغات ديالك، كتجي عندي البلاغات كلها اللي كتخرج لي في القرارات كتقول لي وبتشاور مع اللجنه العلميه. اللجنه العلميه علاش ما بقاش نورغانيزي ليها ندوه بحال في الدول اللي كتحترم راسها تخرج وتفسر الناس بطريقه فيها في شويه لا فيبيغيزاسيون، ماشي ضروري نمشي الطرق المبتذله نديروا فيديو عطيناها لشي شي واحد مشى صوبها خدمها كنحطوها ما تيشوفها حتى حد. راه عرفتي راه كاين اللي ندم كاع قال لك انا وليت كنت نعتب النازيه وداك الشيء بلاش كاع من هذه اللجنه العلميه. شتي خصنا واحد القضيه، عرفتي فاش كيكون العدو ديالك، نستعمل حنا ماشي في حرب ولكن كيكون الخصم ديالك اللي هو مثلا ضد التلقيح كيستعمل واحد الوسائل اللي هي عندها فعاليه باش انه ينشر شي امور، خصك تخدم بنفس الوسائل تشوف ان الاسلحه ديالك ولا ديفاس تكون هجومي. هذا البرنامج راه هي استشاريه، زعما لو كانوا يستوعبون عدد البرامج اللي كاينه في القنوات وفي الاذاعات راه يومي، راه هادشي التواصل من النهار بدا البرنامج. لا ذكر شي حلقه ما هضرنا ب5 على نقطه التواصل، اهضروا مع بعض. الله اليوم اللي خرج وزير الصحه وخصص 30 دقيقه من كلامه في الندوه وشرح ديك النقطه السوداء اللي في فايزر وانها كواتشو ديال برا وشرح جميع الناس بدات كتنور كتفهم شي شويه. اما انك تلوح قرار في ليل وما تعطينا الوقت وما تخرج تشرحه اشنو كتسنى؟ راه كيولي كيتسالوا الناس واش هاد الخطوه بغيتي فيها استقرار بغيتي فيها نتمنع ولا بغيتي فيها. التجارب ديال الدول اللي سبقونا كتعطي الحق يدير ان بي سي ار. يعني نشوفوا مثلا في الواقعه ديال نبيله منيب، راه بصح هذاك البلاغ ما كياثرش ليا لا سيتوياسيون، لان من حقي انا كمواطن لما كنتش باغي التلقيح حمايه لحياه الاخرين، لان انا متفقه مثلا مع وزير الصحه ملي كيقول لك الحريه الشخصيه ديالك كتوقفني كتكون كتهدد الحريه الاخرين. ولكن ملي كيكون عندي ان تي بي سي ار اللي المده ديالو سواء القانون غادي ياثر يقول لك 48 ساعه ولا 72 ساعه، عمليا راني احمي نفسي واحمي حياه الاخرين. كاع الدول اللي سبقونا في المساله ديال جواز التلقيح كيقول لك يا جواز التلقيح يا يكون عندك ان تي بي سي ار اللي كيقول 48 ساعه اللي كيقول 72 ساعة. لا فرنسا لا بلجيكا كندا، فرنسا مثلا عطاوهم واحد المده اعتقد ديال 3 شهور ولا 4 شهور اللي بقى في هذاك لو تيست مجاني، وقالوا لهم ابتداء من فاتح نوفمبر كيولي مدفوع الثمن.
بغض النظر على المساله ديال التكلفه اللي غادي تصرح بالفعل، ولكن على الاقل تعطي الحق لهذا المواطن. نبيله مولب ما عرفتش شنو غيقول لنا القانون. السيده ما عندهاش جواز تلقاح ولكن راه عندها انتي سبيسي اغ اللي كتقول لك انا لست حامله للفيروس. مساله ثانيه انتي سبيسي اغ لي بلوس سوري بلو بلو كل فاكسين، لان كتعرف انك 48 ولا 72 ساعه هذه الاخرى ما كانش فيها، ولكن على الاقل 400 درهم، على الاقل 400 درهم كلها 48 ساعه. ولكن على الاقل في الحاله ديالها، في حاله مثلا نبيله مولب كتجي تقول لك اسيدي انا عندي الامكانيات ما بغاش نتلقح غنخلص لك فيما نبغي ندخل شي اداره. ولكن اللي شك في التلقيح وشك في هذه شك في داك التيست، هذا نقاش هذاك التيست ما فيها رياضه، هذا نقاش اخر. احنا اعتقد كلنا متفقين على الاهميه ديال التلقيح وعلى الاهميه ديال الجواز. كنتكلموا على الثغرات اللي كان ممكن تفادى جزء من تعويم النقاش اللي هو النقاش الصحي، ولكن بقاو فيه شي نقاط سوداء. مساله اخرى ملي كنتكلموا على هذه القضيه ديال الصفه الضبطيه، انا شخصيا عندي واحد التعاطف كبير مع الناس مساكن اللي خدامين عمال الامن في ادارات وفي وكالات بنكيه. هذا الاسبوع هذا في الايام اليومين الاخر الاسبوع، ملي كنت انا شخصيا كنمشي لشي اداره ولا شي وكاله بنكيه كتحس بيه كتبغي تعطي داك جواز تلقيح، هو خايف لان اتصور ان عدد منهم هما تفرض عليهم في اطار العمل ديالهم انك خصك تطلب جواز تلقيح، وناس اللي كيقدر في اطار هذا النقاش هذا كيقولوا ما حقكش تطلبوا مني، ولاو هما عرضه لواحد تعنيف نفسي. واتمنى واحد الموقف يعني موقف اللي هما على ليميت واحد الوقت كتولي كتقول انت راه كدير خدمتك لان هو ما عليه والو. فحتى هذه المساله هذه واحد الوقت كتولي كتقول عدد الوكالات البنكيه، عدد الادارات، عدد المقاهي، المطاعم، المؤسسات التعليميه ديال القطاع الخاص اللي تحط واحد الشخص في الفوهه ديال المدفع وهو ما عنده يعني ما كيتحمل حتى شي مسؤوليه. لهذا الجواز الصحي مثلا كاين واحد الشريحه كبيره ديال الناس اللي دوزات الكوفيد، واللي علميا هاد الناس اللي دوزوا الكوفيد مره او اثنين عندهم واحد المناعه معينه، ففي بعض الدول بدات تتعطاهم هاد لو باس سانيتير هذا لانهم عندهم واحد هنا يمكن لنا نشجعوا فئات معينه اللي يمكن لها على انها تنخرط في القبول بهذا الشرط هذا. اما ملي كتجي وكتفرض وكنتعامل معاه كحريه، ما كنظن شويه مساله حريه، كنظن انها ذريعه معينه، لانه الناس على الاقل اللي ناضلوا هذا الاسبوع هذا وداروا واحد لابيتيسيون فهما واحد الناس اللي منهم بعض الاصدقاء واللي هما ضد الحريات الشخصيه عموما واللي هما ضد الحريه الفرديه خصوصا، ولكن اليوم كتلقى عندهم هاد الدفوعات هذه. راه كاين ناس اسلاميين بداو كيقولوا تما جسدي حريتي. تماما واللي هو اطار رفض، واش رفضوا التلقيح وجواز التلقيح ورفض شي حوايج اخرى لانك كدوز شي فشي انا عاد كتجبد تخلط مع داك الشيء الاسعار وديال بزاف. تماما كاين اللي الاكثر راديكاليه واللي مستعد للعنف والمواجهه مع اي واحد يطلب منه الجواز السفر والجواز التلقيح اعتذر، واللي خطابهم كيخلع واللي كنلقاهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض منهم ملي كنشوفوا كيفاش تدوي حقيقه تنقول اودي هذا راه يمكن يوصلنا لشي مصل ماشي تليه. ولكن كاين مجموعه ديال الناس اللي مستعده تسمع الا كان واحد الخطاب صريح وفي واحد المجهود ديال الاقناع. الان على حساب يعني بعد قرار الجواز اصبحت الناس ديال الجرعه الثالثه، فبالتالي بالنسبه ليه هذا الشيء ما غيساليش، غتولي الجرعه الرابعه ربما والخامسه هو اللي جعل التحفظ ديالو هذا الرفض. باش ما كتشوفش حمزه بانه هذا البروفيل ديال الواحد اللي يشرح وديال الاقناع الناس وهذا انه ربما قلال في الاغلبيه والحكومه الحاليه. كاين هذه النقطه هذه، وانه داخل الدوله داخل مؤسستها ما بين كاع فرق الاغلبيه ديال البرلمان فوق فرق الاغلبيه ديال البرلمان ما متفقينش على هذا الشيء. وغادي نشير واحد القضيه قالها رضا، هو بعض كاين ماشي غير المتاجر الصغيره، كاين دي مول كتخليهم دابا وكتخل كنقول المتاجر الكبرى وما تيقلبوش لو باس فاكسينال. انا شخصيا هذا الاسبوع مشيت قال لي لا خويا ادخل فهمتيني، عبر لي غير الحراره وقال لي غادخل فهمتيني، راه ما كاين ما غنراقبوش الباس فاكسينال. من غير الخاصه حمزه حتى في العموم دابا في القطار مثلا المفروض راه تكون اكثر صرامة في هذا الموضوع. كيحسبوها بالفلوس وكيحسبوها حتى بالمواجهه مع الزبون والمواطن. فوالا دونك ولكن بغيت نقول دابا لنبيله انه كاين بزاف بالعكس شي واحد قال له المغرب ما فيه غير ما يتعرض، زعما هذه القضيه اللقاح فيها واحد المجهود وطني وكذا، ممكن انه شي شويه ديال حتى انا راه غادي في واحد المنحه غير غيفوت واحد المسار غنوليو هو السياسي مهمته هي السياسه. انا دوم بعد الاشاره الاخيره هذه القضيه المعارضه انا راه دورها هي تركب على هذا الشيء، راه كانت مونيب كتقول ركبوا الاسلاميين على شي فبراير شي برنامج قلنا لها ركبي انت وزعما قضيه غرض، دابا مزيان هي بدات كدير هذا الانتهاج السياسي لا تلام عليها. انا بالعكس المعارضين ما داروا هي اللوم، انا نقول كمعارض تخرج على السطر بميليمتر هذيك يوم نسيتي كيفاش جيتك في الصحيحه مزيان الا شديتك في هذا، ولكن كيفاش المسؤول الحكومي يعتبر كمنصه انت كاعلام او كخصم ويخاطب المواطنين ويخاطب الفئه اللي كتسنى الاقناع، راه ما يخليش تعقتي بهم انهم مسيسين ولا بغا يسجلوا اهداف سياسويه تميك انت وتخليهم منهم. الشريعه قالت البارح قالت لهم راه الا بقيت شاكا وكلامي راه يخرج الملايين. سمح لي واحد القوس دغيا دغيا السيد وزير الصحه في الندوه ديال الصحفيه ديال يوم الخميس قال واحد التصريح وفاجئني لانه فيه واحد المشكل. جا وقال انه دراسه داخل وزاره الصحه كتقول على انه العدد ديال الناس اللي دخلوا الغانيماسيون من مورا الحمله الوطنيه التلقيح بدايه ديالها اللي ما ملقحينش اربعه المرات كثر من الناس اللي ملقحين. هذا رقم جيد مزيان نعرفوه، فين هي الدراسه؟
علاش ما تخرجش الاعلام؟ علاش كديروا هاد الدراسات؟ كتخليهم عندكم كتقراو بعضياتكم؟ لان هاد الدراسه هذه كتشجع الناس على انهم يمشيو غير الرقم اعطيني اخويا الدراسه وانا ندوي عليه ونخدم. شوف باغي الحياه والامل فيها. شوف واش الاعلام اليوم الصحفيين باغيين غير علاش يا ربي علاش نخدموا؟ ندير لك لي زانفوغرافي انت ما دير والو تصيفط لي غير الحلمي الحقيقيه وانا غنخدم باش انك ما تخرجش دراسه بحال هذه تخليها عندك باش تجي تقولها في الدوله الصحفيه غير حيت سكرتيها. ما يمكنش رضا باختصار ومن بعد باختصار جوج نقاط. النقطه الاولى على انه غير باش ندقوا مزيان حنا كناخذوا على وزير الصحه غياب خليه ديال التواصل اللي غادي تنصحوا بشي حويجات لعمليين كناخذوا على وزير الفتيت وزير الداخليه على انه ايضا اللي عنده هو طرف كبير لانه هذاك الجواز ديال التلقيح واخا فيه واخا فيه اللوغو ديال وزاره الصحه راه هو مصوبه وزاره الداخليه وعندها يد فيه. وايضا الخليه ديال التواصل اللي هاد ما باقي ما فهمتش الخليه ديال التواصل ديال رئاسه الحكومه ما عرفتش شنو اش من خدمه كيديروا لانه مني كان النقاش لا في اسبانيا لا في فرنسا هما البلدين اللي اجهلهم والاقل على البوستانيتير رئيس الحكومه اللي كيخرج وكيدوي مع الناس بزاف المرات في الاسبوع بزاف المرات وكيعطي واحد التفاصيل دقيقه واحد المجهود ديال الاقناع اسيدي خرج لنا شي واحد اخر مندوب الصحه على مستوى الجهه او على مستوى المدينه الا نتوما سيدي مهم الانعاش انه اللي غير مرقحين اربع المرات اكثر شي حاجه اللي انا اكتشفتها مثلا هاد اليومين اللي نتكلم عليها الوزير مهمه بزاف مساله المناعه كتشرح الناس علاش حنا محتاجين جرعه ثالثه لان شو وقع بداو كيروجوا تاع بعض النكات ديال كيقول لك السابعه والثامنه وبطاقه ديال الوفاء الى ديال الجرعات. فمهم انك تشرح الامور للناس. بالنسبه للجواز السفر قبيله قالها رضا غير بالغلط وتفكرت واحد المعطى ماشي المغاربه كلهم كيسافروا لبرا بزاف ولكن انا كنشوف عاوتاني عندنا حتى واحد شويه ديال التناقض. كاين عندك واحد العينه من الناس اللي كتسافر لبرا كتلقاهم كيقيلوا يسولوا على في مواقع التواصل واش جواز التلقيح اجباري باش نمشي لتركيا واش الدوله الاوروبيه الفلانيه كتفرض جواز التلقيح. يعني هو نفس المواطن مستعد ان تفرض عليه فرنسا او تركيا او الولايات المتحده الامريكيه جواز التلقيح ولكن باش تفرض عليه في اداره مغربيه. فغير هذه العينه غنقولوا الاقليه اللي كتسافر لبرا علاش انت غتمشي للجواز علاش غير احترام الميعاد علاش في اداره مغربيه ما كيجيش في الوقت ولكن الا غيمشي ياخذ الجواز كذا في القنصليه ولا غير شركه مغربيه مناوله عندهم الميعاد مع 8 كيجي مع 6 المهم وبعجاله فقط على بالنسبه لنبيله منيب اعتقد حنا متفقين هي عندها واحد السلاح دابا كتخدم به. في تصوري لا اعتقد ان نبيله منيب غتراجع لان بنات واحد الجزء الكبير من خطابها السياسي على هذه المساله. غير انا كنوقف على واحد النقطه بسيطه اعتقد حنا البلد الوحيد في العالم اللي فيه اليسار واقف ضد التلقيح لان هادشي ديال نظريه المؤامره والتلقيح دي فونتينيون راه اليمين في اغلبيه الدول العالم كتلقى يا اليمين المتطرف هو اللي داخل في هذا الخطاب المؤامره. وعلاقه مع نبيله منيب باش ندوز لحاجه اخرى نبيله يعني هذا الاسبوع حتى الاسبوع الماجي مازال النقاش في البرلمان على مشروع قانون الماليه مع الاسف يعني لم تسلط عليه الاضواء يعني بشكل كبير وسلطت على نبيله منيب منعت من دخول البرلمان جوج ديال المرات. لقنا الناس اللي كيعرفوا يزيدوا في العلم او عندها خلفيات ديال ما عندوش المعلومه ديال تبع مواطنه بهذاك الشكل في الشارع وطلب منها اعطيني الجواز اعطيني الجواز وملي وحلتي في الجواز تقول دابا اعطيني لاكارت زعما ملي ما حصلتك دونك المنطقه هو انا نوصلك وصافي. ثم كتمشي تشدها في كتافها جوج مرات في الحقيقه تصورت اي وحده من افراد عائلتي الموضوع ما او عموم مواطن ما عجبنيش لانه حتى في الايقاف بالمفهوم ديالو المفضي للاعتقال اما كتكون امام مجرم او كذا راه حتى في بعض المرات الهرب راه البوليس كيقيد غير راه ما عندكش هذيك القوه زعما تلاح عليه لانه ما دايرش الصنطه ولا كذا هذا نقاش. ثم شي صفه ضبطيه عطيتي التجربه الكنديه التاطير بالقانون واضح لا اطر بالقانون لا رفع اللبس ما وانه لم يوتر انت ما كتقيش درجه الحراره للناس وهما داخلين باش دير شويه التوعيه والحمايه لا انت كتوصل مع المستويات اللي تقدر تسمعوا هذا. اذا في تقديري هذا الاحتجاج هذا التحرك صحي ومطلوب يقال في السياسه عاده ولا اجماع هو ان تخلق ردود افعال غير متوقعه ما يمكنش ترضي الناس كاملين. ولكن عندي واحد الملاحظه ديك الشعره الدقيقه والرفيعه واليوم يبدو انها تقدر تقطع ما بين ان هذا الجواز اختياري وما بين انك تفرضوا على عبد الله. ملي كتقول لي نسبه الاسيره وصلنا 6% او كذا الى اخره المتعافون منطقه خضراء احنا في دول العالم افضل ما كاين شنو المبرر ولكن لا نستفي من الموجه الجايه طبعا دلتا بليس راه كيتسرى دابا غير السؤال بلجيكا عطيتي الحدود لا بلاتي ملي كنقولوا انه ماشي اجباري و 24 مليون تلقاو الجرعه الاولى وبريسك الثانيه في هذ اليومين يعني اين هو عنصر الاختيار؟ راه لا بدا يبقى واحد 4% ما باغيش ونحترم هذا الحق ديالو طبعا ما يكونش مجرم ما يتحول يتزوج وسط الناس ولكن الى فاكسين يجي كل شيء اذا عمليا راه ماشي اجباري راه ديتي اخر منزل هذا فهمتي اكثر باقي 6 مليون على حساب وزير الصحه اللي راه فيها كسيده دابا وفيها كذا مرتفع على كل حال لا بد ان 80% ديال كاع اللي قلتي انك خصك تسلم على هذا الموضوع. هذا اوكي نقاش اخر مرتبط بحاله الطوارئ نفسها. في التجربه الفرنسيه عندهم واحد المعطى ديال انه كل شهر كيتم عقد جلسه في البرلمان وتقييم والشروط التي دعت الى احداث نزلت قائمه هذه القائمه ولا نرجعوا حنا ما عندناش للاسف هذا الموضوع دونك حنا فيها. واذا لك شفت لهم بعض الاسئله القانون الاداري وغيرهم بداوا كيتحدثوا على اودي الشروط التي افرزت حالة التطور الى لم تعد قائمه اذا لابد من المراجعه ديالها. وهذا ايضا نقاش يعني اشارات على انها تقدر تحبس وحتى التقنين اللي كيتم كاين الاشارات هذا والاشارات المناقضه حتى التقنين اللي كيتم بين الدورتين في حاله ما كتكونش البرلمان منعقد يسمح للحكومه انها تشرع وكتجي من بعد تناقش وتصوت عليه. عندنا في القانون ما كيجيش قابل للنقاش كيجي بحال اتفاقيه دوليه
يعني غير قابله للتعديل، اما ان تقبلها كامله او ترفضها كامله، يعني حتى فرصه التجويد ما كاينش. ولذلك لاحظنا اليوم ان الفريق الاشتراكي التقدم الاشتراكيه دار مقترح قانون لتعديل الماده الثالثه بالضبط في هذه النقطه ديال البلاغات وديال كذا. اذا في التقدير ديالي بلادنا ناجحه في الموضوع ديال التلقيح شي ايجابي، غادي يمشي للتقدم نسمح ديمقراطيا وتعدديا بواحد ثلاثه منهم. ما بغاش ياك ماشي اجباري، ما جبرتوش بالقوه. هذا هو السؤال، هو يعني حقو في هذا الموضوع بالضبط. النقطه الخطيره بالنسبه لي هو ان يتحول الى عنصر خطر، هو انك تعرف راسك مصاب وباش بروتوكول ماكش ضمانات. صحيح، كما انه ما عرفش اللي هز الحشيش اليوم، وما عرفش لي واحد العدد ديال الجرائم اللي هز الحشيش. سي محمد ما غاديش يهدد الحياه ديال الاخرين، لا كنهضر على اللي هز اي حاجه ممنوعه، فهمتي؟ فاذا هذا الموضوع لا، دابا غير انسجام مصاب، نطالب بالانسجام انه ما دام ليس اجباريا ان تقبل ان خصنا تخرج وما بغيتش.